بيكم في حلقة جديدة النهاردة عن مجموعة حلقات أو سلسلة حلقات صفات وأسرار وكل حاجة تخص الأبراج. والنهاردة هنبتدي برج الحمل. حلقة إيه؟ طيب هنبتدي برج الحمل. أوعدكم إحنا هنبتدي سلسلة أبراج، هنمسك فيها كل الأبراج ونتكلم عن صفاتها ونتكلم عن مميزاتها ويبقى وأسرار وخفايا تخص الأبراج. وقررت أبتدي بالحمل، وهنعملها هنعملها إيه؟ نعمل الفيديوهات طويلة عشان الناس اللي بتضايق من الفيديوهات بتكون ايه طويلة. مش عارفة انا حطيت هنا ايه كونتور كتير قوي، معلش ميك اب يا جماعة. طيب ايه بقى اهم صفات مولود برج الحمل الناري اللي لازم تعرفها عنه لو انت مهتم بيه او لو هو عجبك او لو عايز تعرفه اكتر، عايز تدخل في داخليته؟ اول حاجة لازم تعرف ان مولود برج الحمل يعني شخص قيادي، ليدر كده، هو بيتولد ليدر. حتى الطفل الحمل تحس انه عنده شخصية قيادية، شخص شجاع جدا، جريء، ما بيخافش، مش 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 سهل. الحمل مش ما بيخافش من حاجه، مندفع منطلق، يعني هو مش سهل ابدا تلاقي حمل جبان او حمل بيخاف. يعني اول ما بتطلع حاجه في دماغه متسرع شويه، او يعني ايه، هو اول ما بتطلع حاجه في دماغه على طول يعملها. يعني مثلا برج الحمل ممكن يبقى قاعد كده في امان الله يقول لك يلا نيجي ناكل بره، على طول قايم لابس، ما بياخد القرارات بسرعه، بيعرف ياخد قرارات سريعه ومدروسه. يعني هو شاطر في الحته دي، هو ديسيجن ميكر، يعني تقدر تعتمد عليه، هو شخص يعتمد عليه وتقدر تثق فيه كمان. يعني يقدر يعني بيتحمل المسؤوليه كويس لان هو قيادي، عنده شخصيه قياديه عشان هو برج ايه ناري، غيور جدا 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 جدا. هو من اكتر الابراج الغيوره، عنده غيره قاتله، شكاك قوي قوي، عنده حاسه سادسه قويه، وسبيشالي ستات الحمل حاسه السادسه بتاعتهم قويه جدا جدا. بيفكر 24 ساعه في ال 24 ساعه، يعني هو اوفر ثينكينج عنده زيه زي العذراء. العذراء كده برضو بيفكر كتير قوي، دماغه ما بطلش تفكير طول النهار، تلاقيه عمال يفكر وهو بياكل بيفكر، وهو خارج مع اصحابه بيفكر، وهو بيلعب كوره بيفكر، وهو بيستحمى بيفكر، وهو نايم بيفكر. فبيفكر كتير جدا 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 جدا. اوكي، دمه خفيف، يعني اي حد حمل تلاقي روحه خفيفه، دمه خفيف، عنده روح النكته، عنده حضور كده، شخص ليه حضور قوي على فكره، ودايما تحس ان انت عايز تخرج معاه لان انت هتستمتع جدا وانت خارج معاه. هو هيضحكك، هيبسطك، هو بيحب الانطلاق، بيحب الحريه، بيحب السعاده، بيحبش النكد، بيكره النكد وبيكره الناس النكديه، ورمودي جدا جدا. يعني هو شخص مودي، يعني مودي، بيحصل عنده مود سوينج بسرعه جدا جدا، مزاجي يعني. طيب مندفع جدا، مندفع يعني رد فعله سريع، مش بيتحكم في ردود افعاله، فردود افعاله سريعه جدا وقويه، مش ضعيفه يعني. متسرع جدا جدا، يعني هو من الابراج بتاخد قرارات سريعه ممكن يرجع يندم عليها، فهو متسرع جدا جدا في ردود افعاله. غير كده كمان ما بيحبش البرود، بيكره البرود قوي يا جماعه، هو بيكره الناس البارده، بيكره البرود، بيكره الاستفزاز، يعني حد استفزه وهيشوف رد فعل ما كانش يتخيله في حياته. بيكره الناس البطيئه، بيكره البطء، هو متسرع جدا فبيكره الاوبوزيت بتاعه، الاكستريم بتاعه اللي هو البطء. مش سهل يتحكم في عصبيته لانه عصبي جدا 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 جدا، يعني سهل جدا اي حاجه تعصبه، ولما بيتعصب بيبقى صعب ان انت تتحكم في عصبيته. عصبيته مش سهله، الحاجه اللي حمل من اكتر الابراج العصبيه. محبوب، شخص محبوب، ناس كلها بتحبه، ناس كلها بتثق فيه، عنده روح كده، هو بيعمل المكان روح على فكره. واثق في نفسه الى ابعد درجات الثقه، يعني هو عنده ثقه في نفسه مش طبيعية، يعني هو شخص قيادي واثق بنفسه. بيعرف يكون الحاجة وعكسها، يعني برج الحمل لو انت لطيف وكويس معاه تلاقي شخص لطيف ولذيذ وذوق كده وجنتلمان او جنتل وومن جدا جدا، بس لو انت عصبته او استفزيته هتشوف يوم ما شفتهوش في حياتك، صعب. فهو بيحصل له مود سوين كده، يعني لو اتعصب بيتحول شخصية تانية خالص، بيبقى ايه ادب. يعني برج الحمل من الابراج اللي قليل الادب ومؤذي في عصبيته، في ابراج يعني لا هو قليل الادب في عصبيته على فكره، ولسانه مبرد صريح جدا وما بيسكتش عن حقه. الحمل لو انت اديته كلمه هيديك 10، ما بيسكتش لسانه على طول يعني. فما تفكرش تضايق برج الحمل او تعصبه او تنرفزه او تتبرد معاه او تستفزه او كده، يعني هتشوف حاجه رهيبه. مش روتيني خالص، هو بيكره الروتين، بالعكس هو شخص متجدد، بيحب يجرب حاجات جديده، بيحب الانطلاق، بيحب الحريه، فهو متجدد جدا جدا، بيكره الروتين.
بيزهق بسرعه جدا زي ما قلت ان هو ملول ملول ملول. خلاص اصلا يا جماعه ماي بيست اسماء ماي بيست اسماء ماي بيست فريند اسماء برج الحمل، وعندي صحاب كتير او ناس كتير كانت قريبه مني برج الحمل، فبرج الحمل والابراج صاحبتي برضو ناهد برج الحمل. ايمان صاحبتي برج، عندي صحاب كتير قوي حمل، انا بحب برج الحمل يا جماعه. انا بعترف ان انا كراشه مراد انا من عشاق برج الحمل، انا بتفق معاهم جدا وبحب شخصيتهم، بحب صراحتهم، بحب تلقائيتهم، ما بيلفوش ويدور. الحمل حمل اصلا بيواجه في الوش، يعني دي ميزه. الحمل ما يخبطكش من ورا ظهره، هيجي يديك في وشك على طول عادي جدا، مش ولا يهمه. هو بس مشكلته عنده زيرو تحكم في تصرفاته، في ردود افعاله، في عصبيته. لما بيندفع بقى، لما بينفجر بركان بركان والله العظيم يا جماعه، بينفجر بينفجر. عارفين لو تحس كده روحه في مناخيره، هو بس مستني التك عشان ينفجر يعني بجد. اكتر حاجه تستفز بيها برج الحمل ان هو تخليه يستناك، بيكره الانتظار، ما بيحبش يستنى. يعني مثلا يقول لك يلا نعمل كذا، لو انت تقول له طب اصلا هفكر، يقول لك طب باي باي بقى مع السلامه، لو ماشي وسايبك. لو اديته ميعاد وتاخرت عليه، هو منتظم في مواعيده، هيمشي ويسيبك، بيكره الموضوع دوت. هو طيب جدا 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 اذا لما انت ما استفزتهوش وما نرفزتهوش، حنين جدا، شخص حنين على فكره، رومانتيكي بقى قوي 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 قوي، من اكتر الابراج الرومانسيه، شخص رومانسي ومتحدث لبق وبارع، بيعرف يتكلم، بيعرف يرد، بيعرف يعني في ناس بتعرف يعني بتحس بس ما تعرفش تعبر، لا ده الحمل بيعبر بقى تعبيرات اوهوهو يعني بصراحه، يا هنيالها يا سعدها يا فرحتها يا حظها يا بختها اللي هتتجوز او ترتبط براجل الحمل او الست الحمل. بس انا احب راجل الحمل كمان قوي، راجل الحمل رومانسي عميق كده، يعني عارفين الرومانسيه الحب مولع في الدره، هو الحب مولع في الدره، هو غيور بقى وعنده حب تملك ومتسلط ودماغه ناشف، عنيد 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 عنيد. برج الحمل برج عنيد جدا، محدش يقدر يمشي كلامه عليه. لو انت فاكر ان انت هتضحك على الحمل وتمشي كلامك عليه، اعرف ان انت فشلت، لان هو لا دماغه ناشفه جدا. اوف الحمل صعبه قوي. طيب في الحب بقى متحدث لبق، بيعرف يقول لك كلام حلو ويبعت لك مسدجات واغاني، وبيحب الاغاني والرومانتيكيات قوي، ويحب البارتنر بتاعه يهتم بيه، هو بيحب الاهتمام، يديله اهتمام كتير هيحبك قوي قوي يعني، ويحب البارتنر بتاعه يغير عليه، يعني هو يحب ان هو غيور، فيحب البارتنر بتاعه ان هو يكون غيور عليه. يعني بيبسط كده لما حاسس ان البارتنر بتاعه او شريك حياته بيغير عليه. ما بيحبش حد يقيده، الحمل بيحب الانطلاق، ما بيحبش حد يقيده، ما بيحبش حد يخنقه، ما بيحبش البرود يا جماعه. بصوا اصل انا عندي 4 اصحابي حمل، فانا خلاص حافظ الناس البارده البطيئه المستفزه دول، هتلاقيه يمشي ويسيبك يا خراب، ما بيستحملش. بقول لكم روحوا في مناخيره هنا اهو، هنا اهو والله العظيم. طيب برج الحمل ايه كمان لازم تعرفه عن برج الحمل؟ تاتشي، هو بيعبر عن الحب باللمس والكلام، ودي ميزه فيه بصراحه. يعني هو مش بس هيقول لك كلام حلو، لا هيبقى تاتشي كده معاك، بروتكتيف جدا جدا. يعني لما بيحب حد بيبقى تحت الامره بتاعته، تحت حمايته، تحت محدش يقدر يقرب لحد حبيبه برج حمل او حد قريب منه برج حمل، ياكله كده ياكله، بيدافع عن الناس اللي بيحبهم باستماته. يعني برج الحمل من الابراج اللي تلاقيه بيتخانق على طول، ما النبي عارف لو طفل حمل قد فرفوته قد كده او راجل حمل قد كده قدامه عصابه هيروح يتخانق معاهم، ما بيهمهوش ما بيهموش حد، ما بيخافش، بيقول له عور انت عور في عينه، صريح جدا، بيحب الجمال كده ويحب التألق ويحب الناس الجميله. هو بيحب يعني الراجل حمل بيحب الست الجميله الحلوه اللي عندها الوان كتير كده، هو بيحب الالوان كتير. ما بيحبش الالوان الهاديه، لا بيحب الحاجات المفرقعه المطرقعه. عنده فضولي، فضولي جدا جدا، يعني تلاقيه يقعد يهري وينه كنت في نفسه عشان يعرف. يعني انت برج الحمل الابراج اللي تعرف تعلق، يعني تقول له مثلا على فكره يعني عايز اقول لك على حاجه مهمه، هيقول لك ايه ايه قول، تقول له لا مش دلوقتي خلاص، لا قول والنبي ايه في ايه اللي حصل، ها قول 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 يا زفت انت قول، يقعد يقول لك كده. هو فضولي جدا جدا، حنين معطاء كريم، برج الحمل من الابراج الكريمه. برج الحمل ما ينفعش يكون بخيل، يعني نوي مع انه حريص في مصاريفه، بيعرف يصرف له سوبين، بس هو مش من الابراج البخيله خالص، هو مش شخص بخيل اطلاقا، بيهتم بمظهره، بيهتم بشكله شيك جدا، بيهتم بلبسه. يعني حال من الابراج اللي رغم قله الامكانيات اللي ممكن تكون عنده، بيعرف ينسق هدومه، بيعرف يلبس حلو، بيعرف يستغل الامكانيات القليله، زي ما قلت تقدر تعتمد عليه. صنع قرارات، هو بيصنع قرارات بسرعه، يعني مش ابراج بتتاخر كده، لا هو ديسيجن ميكر، عشان كده ينفع يكون قائد، ينفع يكون ليدر، هو من هو صغير ومن هو طفل هتلاقيه ليدر ذكي، ذكاء حاد،
بيعرف يجمع التفاصيل، قوي الملاحظة جدا على فكرة، بيعرف يجمع التفاصيل الصغيرة كتير كده ويحطها فوق بعضها. هو مشكلته ان هو متسلط قوي، عنده حب الظهور، يحب يكون كده سنتر اوف اتنشن، ان هو ناري زيه زي الاسد زي القوس، عايز يبقى تحت الاضواء كده، بيحب الاضواء قوي، بيحب يظهر، بيحب يكون واضح، بيحب يكون هو شخص دايركت على فكرة، زي ما قلت ما بيلفش وما بيدورش، شخص واضح، شخص بيجيب من الاخر، شخص عميق، هو عميق قوي 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 يعني، عميق جدا جدا. وانا زي ما قلت ان انا من الابراج اللي بعشقها وبحبها بجنون هو برج الحمل، من اكتر الابراج اللي بستريح في التعامل معاهم جدا. معرفش بحس فيه كيمستري قوية. انا عذراء يا جماعة عشان اي حد او مرة يعرفني او مرة تابعني، انا بتفق جدا مع برج الحمل عشان بحب فيه روحه، بحب فيه مصداقيته، بحب فيه صراحته، بحب فيه ان هو قوي، بحس ان انا بعرف اعتمد عليه، تعرف تتسند عليه، اتحمل مسؤولية، بحب فيه ان هو على قد كلامه، يعني هو مش من الابراج اللي يوعدك ويخلف وعده، مش كده خالص، هو قد كلامه جدا. يعني ما اقولك كلمة ثق في الكلمة دي، تقدر تثق فيه، تقدر تديله ثقتك، تقدر تعتمد عليه، هو يعتمد عليه برج الحمل. شكرا، بحبكم جدا 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 يا برج الحمل، يا رب الفيديو كان عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى الفيسبوك، تقولوا لي اتفرجوا على فين انتوا برج ايه. بيج هارت يا برج الحمل، اي لاف يو اول. قولوا لي يا جماعه ايه اكتر حاجات بتحبوها في برج الحمل، والناس بتوع برج الحمل قولوا لي الصفات اللي قدام بتتفق معاكم ولا لا، والناس اللي بتتجسس على برج الحمل قولوا لي ايه اكتر صفات شايفينها ان هم مش موجوده فيهم. اعملوا شير كتير كتير لاي حد تعرفوه برج الحمل، قولوا لي اتفرجوا على فين انتوا برج ايه. يا جماعه عامله سيرجي في سيرجي ناني، فعندي سنه ناقصه فمش قادره احكي لكم يعني. بس شكرا، باي باي، مع السلامه، وبحبكم قوي، باي.